الموجز من كاب 24، أهلا بكم. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبت رياحا قوية من 75 إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتساقطات مطرية قوية من 40 إلى 70 ملمتر، وتساقطات ثلجية من 15 إلى 35 سنتيمتر على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر، مرتقبة من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية وضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع هبوب رياح قوية ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء إلى غاية بعد غد السبت على الساعة 6 مساء بكل من عمالات وأقاليم المضيق، الفنيدق والعرائش، طنجة أصيلة والفحص أنجرة، تطوان والقنيطرة، الرباط والسلاف. وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا هبوب رياح قوية من 85 إلى 100 كيلومتر في الساعة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية بعد غد السبت على الساعة 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم شفشاون، الحسيمة، دريوش والناظور وبركان وجدانقاد وجرادة وفيقيق وتوريرت وقرسيف، تازة وبولمان، صفر وفاس وملاي عقوب والحجب وإفران وميدلت وتنغير وورسزة. أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الحكومة تولي موضوع تموين الأسواق خلال شهر رمضان أهمية كبيرة جدا. ذكر بيتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي عقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط أن الحكومة عقدت مجموعة من الاجتماعات سواء على المستوى المركزي أو المحلي أو الجهوي للوقوف على تموين الأسواق بكافة المواد وخاصة التي تعرف إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان. رد حزب العدالة والتنمية اليوم الخميس على الانتقادات التي طالت مهرجانه حول إصلاح مدونة الأسرة نهاية الأسبوع الفائت، وقال الحزب في بيان أمانته العامة إن بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني لم تجد ما ترد به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة من باب ابتزاز الدولة أو إثارة الفتنة أو التجرؤ على المؤسسات في حق حزب وطني. وجاءت أغلب ردود الفعل من شخصية يسارية ومن أحزاب كانت في الماضي القريب من أبرز حلفاء العدالة والتنمية مثل التقدم والاشتراكية. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء اليوم الخميس من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، ذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومحاولة دهس شرطي بواسطة دراجة ثلاثية العجلات ونقل الركاب بدون رخصة. وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بنقل الركاب بدون رخصة باستعمال دراجة نارية ثلاثية العجلات على المسار المخصص حصريا للحافلات، كما أنه لم يمتثل ولاد بالفرار بعدما حاول دهس أحد عناصر الشرطة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن ضبط الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على تحديد هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه اليوم الخميس. هذا الموجز إلى اللقاء.